اليوم ولا خسارة بعد 4 سنين؟ سؤال صعيب برشا هذايا. واحد ما يتصورش معناه باش يخسر في 4 سنين. صحيح معناه وجعت توجع، معناه خسارة توجع برشا، الغالب هذيك الكرة لازم واحد يكون عنده قناعة للكرة فيها ربح وخسارة وتعادل. الا غالب اليوم معناه جينا النهار اللي خسرنا، لازمنا ما نسلموش يدينا ما نبطوش يدينا ونعاودوا نخدموا على رواحنا وان شاء الله جاي خير وكذا. بيبليك سي سي اس عندك ما تقول؟ والله يا حرام جمهور كيف اليوم جاي هكا معناه حابين، ما نصورش الاولاد كل ما حبوش يفرحوا الجمهور الكبير هذا. مي الا غالب هذيك هي الكره، عملنا اللي علينا، اعطينا كل ما عندنا. مي الا غالب الكره هذيك هي فيها ربح وخساره كاو. ان شاء الله الماتش الجاي نفرحوهم وكذا.